صباح الخير مشاهدين القرار. تبنت الدولة المصرية خطة التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخليا وخارجيا، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصاديات العالم، خاصة المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التحديات السلبية اقتصاديا واجتماعيا. لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، أهلا بكم من جديد في القرار. نبدأ بأهم الأخبار. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية. المشاط تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ورؤساء ومؤسسات التمويل الدولية. عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا لمتابعة تنفيذ الشراكات الجارية. وكالة فيتش رفعت تصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية انعكاس تحسين على مستوى الدولة. راجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التجاري، وعدلت تصنيف عجز المصدر إلى المدى الطويل إلى إيجابية من مستقرة. ينضم إلينا الدكتورة مروة الشافعي للتعليق على هذا الخبر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. كلمينا عن أهمية التصنيف ده يا فندم. التصنيف بيختص خاصة بستر تقييم الديون، بمعنى هل الجدارة الائتمانية للدولة المصرية والمؤسسات التابعة لها هل لديها القدرة على سداد ديونها ولا في خطر للتخلف عن سداد المديونيات. طبعا ده يعني رسالة إيجابية أو مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري. ليه؟ لأن ده معناه إن ارتفاع القدرة أو كمؤشر مستقبلي لإمكانية مصر إنها تقدر إنها تسدد مديونياتها، بالتالي لو مصر مثلا هتيجي تعمل إعادة هيكلة لأحد القروض الموجودة فده معناه إن تكلفة الدين مش هتزيد، معنى كده هيكون بفايدة أقل. الحاجة الثانية كمان مؤشر للمستثمرين إن هم يبدأوا يدخلوا مصر، بحيث إن هم كمان لو في نوع من الاستثمار المباشر فيبقى في عندي جذب للاستثمارات، لأن الطبيعي أي مستثمر بيبص على مؤسسات التصنيف الدولية ويبتدي يشوف هل الدولة دي عندها جدارة ائتمانية مرتفعة ولا الدولة دي خطر يعني إنها تتخلف عن سداد مديونياتها عالي، فبالتالي هيبدأ يخش الدولة اللي فيها نوع من الإيجابية في هذا الشأن. أهم الخطوات اللي المفروض تلتزم بها البنوك المصرية لرفع التصنيف يا دكتور؟ طيب، هو اولا التصنيف بيبقى فيه مجموعه من المؤشرات مبدئيا بتبص عليها اي مؤسسه، زي مثلا الاستقرار السياسي للدوله وده الحمد لله موجود، كمان مسانده الاشقاء العرب او مين اللي بيساند مصر في الوقت الحالي فده كمان بيرفع معايا المؤشر. نضيف على كده كمان وهم كمان اكدوا حتى ده في التقرير فكره مرونه سعر الصرف، واحنا عندنا في مرونه نسبيه في سعر الصرف لان طبعا هو تعويم مضار، وبالتالي حتى احنا لاحظنا مثلا في نوع من التذبذب في سعر الدولار في الايام الماضيه، فطول ما احنا بنحافظ على هذه المرونه النسبيه ده معناها ان شاء الله تحسن في هذا المؤشر. نضيف كمان على كده حرص البنك المركزي على خفض التضخم واتخاذ مسار تنازلي، وطبعا احنا عندنا كمان ده مرهون بتحسن الاداء التشغيلي للبنك، خاصه كمان ان هم وجهوا النظره الى فكره ارتباط جداره البنوك ب جدارة مصر السيادية، لأن احنا كمان لو بصينا على المحافظ الخاصة بالبنوك هنلاقي في جانب منها كبير بيتم استثماره في أوراق الدين الحكومية، فهو كمان يعني يشدد على هذا الجزء اللي المفروض مصر كمان يعني أو البنوك المصرية تأخذها في الاعتبار. والحقيقة إن حتى كمان البنوك في الفترة الأخيرة حققت يعني حتى النت انترست مارجن أو الـ NIM كان بالنسبة له يعني كان في زيادة، تمام؟ كمان فكرة التغيرات في سعر الصرف هو بالنسبة لنا كمان هو بيأكد على هذا الجزء، كمان فكرة استمرار الدولة في المسار التشددي سواء من وجهة نظر الحكومة أو كمان البنك المركزي المصري، والحقيقة كمان إن فكرة التشديد ده البنك المركزي يعتبر أخذ
نوع من التصرف فريد من نوعه او بقى ليه ادوات غير فكره رفع سعر الفايده خفض سعر الصرف. لا هو كمان سحب حوالي تريليون جنيه من البنوك المصريه في الايام الاخيره، فده طبعا يعتبر نوع من التقليب بشكل غير مباشر. فدي كلها مجموعه من الاليات ممكن تساعد مصر ان شاء الله، خاصه كمان البنوك سبيشالي او يعني خاصه كمان لو البنوك قدرت ان هي تنوع محافظها في الفتره الجايه بحيث يتم توجيهها الى قطاعات انتاجيه بعينها، وطبعا ده بيحتاج من الحكومه دعم هذه القطاعات الانتاجيه في ذات الوقت. كمان التدفقات الدولاريه اللي تم الحصول عليها في الفتره الاخيره كمان هتساعد البنك المركزي ان هو يقدر يتحكم في استقرار الاسعار من خلال مثلا ضخ مجموعه من السلع جوه السوق لما يكون مثلا في رفع الاسعار هذه السلع، فده هيعمل نوع من الاستقرار داخل يعني داخل السوق وهكذا. الرساله اللي بيوجهها التصنيف الدولي يا دكتور؟ الرسالة اللي بيوجهها طبعا هو رسالة أو مؤشر إيجابي طبعا للاقتصاد المصري، دي تعتبر شهادة ثقة بتقول للمؤسسات الدولية إن إحنا ينفع إن مصر يتم فيها الاستثمار، فهو طبعا جذب لمزيد من الاستثمارات داخل مصر، ودي طبعا تعتبر رسالة قوية جدا للاقتصاد المصري. كمان احنا ان شاء الله يعني اتمنى في المراحل القادمه ان احنا يعني ناخد ليتر جريد اعلى شويه كمان، خاصه في التصنيفات الائتمانيه طويله الاجل، افتكر ان شاء الله يعني دي الخطوه القادمه باذن الله. انعكاساتها طبعا على مصر اللي احنا هيبقى يعني الرانك بتاعنا طبعا بقينا افضل، بقينا اقتصاد جاذب للاستثمار في المرحله الحاليه. كمان بالنسبه لي اثر الازمات المتتابعه والمتتاليه، فده بالنسبه لي لو حبينا كمصر مثلا ان احنا نبتدي نهيكل بعض الديون او اعاده هيكلتها، ففي الحاله دي مش هيكون بسعر يعني مرتفع التكلفه، بالعكس ممكن يكون بسعر اقل، لان ده معناها ان انا عندي قدره على سداد ديوني. فدي رساله ثقه كمان للاقتصاد المصري. بشكرك دكتوره مروه الشافعي الخبير المصرفي، مكملين معاكم لكن بعد الفاصل. والحديث عن القطاع العقاري، برحب بضيفي المره الثانيه استاذ شريف المليجي مدير مبيعات شركه الثقه العقاريه. منور. اهلا سهلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. دي ثاني مره تجي لنا فيها. اكيد. احنا كنا عايزين نتكلم عن الاسكان الفاخر بين زايد واكتوبر. يمكن بدايه نشاه مدينه 6 اكتوبر شفنا حجم طلب كبير جدا متزايد يوم عن الثاني على المدينه. بشكلها القديم في صوره ال 12 حي في شبكه مواصلات وخدمه بنية تحتية بتخدمها بشكل جيد جدا. لما زاد معدل الطلب على الفرص السكنية في اكتوبر ابتدى يبقى في توجه من الدولة على طرح اراضي اكثر تميزا في بعض المناطق اللي شفناها زي الحي المتميز في التوسعات الشرقية. ده تصنيفها الاسكان الفاخر. بالظبط. ايه الاسكان الفاخر؟ اللي هو بيكون بيلدينج ارضي وثلاث ادوار او اربع ادوار او خمسة على الاقصى، بس بيكون شقتين او ثلاث وحدات فقط في الدور. بيكون في اشتراطات من الدوله ان انا بيكون عندي الباركينج تحت في البيزمنت، لازم يبقى عندي وحدات دي من شروط الجهاز السيارات. بالظبط، دي من اشتراطات الدوله في الاسكان الفاخر، شقتين او ثلاثه في الدور على الاكثر مش اكتر من كده. تشبعت المدينه زي ما شفنا وابتدت الدوله تطرح اراضي اكثر تميزا في مواقع مميزه جدا. شفناها في الاول التوسع الشرقي للمدينه في صوره الحي المتميز وغرب سومد، ويمكن اطروحات الدوله فيما بعد للاسكان الفاخر في القرى السياحيه على جانبي مول العرب يمين وشمال، اللي هو بيت الوطن. لا دي القرى السياحيه، بيت الوطن دي حاجه جديده يعني. بالظبط. لا مش حاجه جديده، هي حاجه قديمه بالفعل، وساكنه القريه السياحيه اللي هي على طريق وصل الدهشور مباشره، ويكون قصاد مول العرب او على جمال عبد الناصر قصاد ايكيا الناحيه الثانيه. ده بنشوف في التوسع الشرقي، بنشوف ده كمان مميز. جدا. وبنشوف كمان اسامي كبيره في التوسعات الشرقيه زي بالم هيلز، زي نيو جيزه، الامتداد لحد الصحراوي، ويمكن لحد طريق الواحات في دريم لاند. ابتدى كمان الفتره الاخيره تحرص الدوله انها
تطرح مشروعات مميزه في التوسع الشمالي للمدينه اللي بنشوفه بدايه من الجزء بتاع مول العرب لحد محور بليفار في الجهه المقابله لمدخل الشيخ زايد 4 ده دهشور الناحيه الثانيه بالظبط. ده كل اللي على شمال الطريق وصل الدهشور. ده توسع سري جدا بالخدمات وبالفرص الواعده لمدينه 6 اكتوبر في الاسكان الفاخر. زي ما قلت لك يمكن ابتدى التنميه والعمران في التوسعات الشماليه من اخر الشارع محور بليفار في منطقه الشماليات، مرورا بكل المشروعات اللي اتطرحت على جانبي الطريق زي ماونتن فيو، تشيل اوت بارك، زي جراند هايتس. بنشوف حرص الدوله كمان على طرح اطروحات الاسكان الفاخر في اماكن مميزه على الشوارع الرئيسيه زي محور بليفار. ده هو اللي بيت الوطن بالظبط، ده بيت الوطن اللي اتطرح مؤخرا في اخر 10 سنين عشان يوفر فرصه اسكان فاخر مميزه جدا في منطقه زي اكتوبر والشيخ زايد. انظمه السداد للاسكان الفاخر بتكون ازاي؟ يمكن الاسكان الفاخر زي ما قلنا عندنا في مناطق لايف ايبل عايشه بالفعل، بيكون عندي فيها فرص سداد حتى الان قسط على سنتين ب 50% مقدم. ده بيستلم وبيسكن فورا لانها مناطق عايشه زي السياحيه وزي الحي المتميز، وبيكون عندي بقى فرص واعده بمقدمات اقل وفرص سداد اطول شويه بحيث ان نخف الالتزام الشهري على العميل ويقدر يحول من مدخراته للاستثمار في العقار. فبنلاقي عندي انظمه سداد بتبدا في مناطق بيت الوطن على محور بليفار بدايه من 20% و25%، وفتره سداد بتوصل لحد 5 سنين و6 سنين في المناطق دي، بالرغم ان انا ابتديت شغل فيها بالفعل وابتديت تظهر المنطقه ومعالمها. اهم الفرص الاستثماريه او السكنيه في الحي المتميز والمدينه السياحيه باكتوبر؟ يمكن دلوقتي مطروح عندنا بعض الوحدات في آخر فرص في الأحياء دي بتكون أرضي ودورين فقط لغير، مساحات بداية من 200 متر بتكون كبيرة ولا صغيرة؟ لا دي بتبقى مساحات متوسطة 200 متر، بيكون تقسيمتها حلوة جدا، عاملين أفضل استغلال للمساحات دي. بيكون جنب مول العرب مباشرة في السياحية دي في الجهة المقابلة لمول العرب وأيكيا مباشرة على طريق جمال عبد الناصر. أقدر أخش لها كمان من محور الشماليات من عند واحد خطاب ومنطقة الخدمات والستريب الكوميرشال اللي شغال دلوقتي على وصل الدهشور. كلها منطقة استثمارية أصلا، كلها منطقة جميلة جدا وعايشة بالفعل، هيقدر العميل يستلم ويسكن بالفعل دلوقتي. نفس الفكرة بالظبط في المنطقة السياحية عندي في الحي المتميز جنب نادي والمنطقة اللي هي دار الفؤاد بالظبط في بالظبط بجوار مستشفى دار الفؤاد وجنب بالم ستريب على طول. عندي بعض المشروحات المطروحة في المناطق دي وهي فرص بسيطة لأن المنطقة هناك ما فيهاش أراضي كتير. اتكلمنا عن المساحات. المساحات يمكن عندي دلوقتي استغلال المساحات جيد جدا، ببدا اوفر مشروعات للشقق بدايه من 150 متر دي لحد 200 متر بالظبط، لا لحد كمان مساحات اكبر من كده، يعني متواجد عندي 250 متر ومساحات كبيره شويه بتوصل لحد 350 متر لو في دوبلكس او حاجه. لكن مساحات الشقق بتبدا عندي من اول 150 متر، دي بتكون شقق ارضي بجاردن بيقدر يستلم العميل معاها جاردن حوالي 120 متر يقدر يكون متنفس للوحده ومنطقه يقدر يستفيد بيها هو والعيله بتاعته. دي بيكون مدخل خاص. متوفر عندي مساحات في الادوار المتكرره بدايه من 170 متر، ده في حدود المساحات المتوسطه اللي عليها اقبال كبير جدا النهارده. بقدر اوفر مساحات اكبر شويه بتكون بدايه من 200 متر لحد 250 متر، دي اللي كلها انظمه سداد واحده حتى لو كان المساحه صغيره او كبيره بالظبط. في المشروعات بتاعه بيت الوطن على محور بليفار في التوسعات الشماليه، وده يمكن توسع مميز جدا ومهم جدا لانه هيكون مركز الحياه ما بين مدينه 6 اكتوبر القديمه ومدينه الشيخ زايد والتوسعات اللي بتحصل حوالين المدينه. فبنلاقي التوسع الغربي لمدينة الشيخ زايد اللي واخد من أول محور الضبعة والطريق الصحراوي مدينة الشيخ زايد الجديدة، بنلاقي التوسع كمان في المدينة في التوسع الشمالي ده مقابل ليه الناحية التانية منطقة الحزام الأخضر ودخل التخطيط عمراني دورين فقط لغير، فهنلاقي متوفر فيها مساحات رائعة جدا من المساحات الخضراء في المنطقة دي. المميز في بيت الوطن إن أنا ممكن أعيش فيه أو أستثمر؟ بيت الوطن زي ما قلنا اطروحات الدوله بتبقى اسكان فاخر ارضي وثلاث ادوار فقط لا غير، فبنلاقي عدد الوحدات قليل جدا عندي في البيلدنج الواحد، ما بيبقاش عندي عدد كبير جدا من الجيران. بنشوف النهارده حرص الدوله وهيئه المجتمعات العمرانيه انها توفر كل الخدمات جوه الحي
في مناطق بيت الوطن، فهنلاقي كل منطقه مستقله بذاتها في منطقه خدمات مركزيه. ايه هي الخدمات؟ في النص بيكون عن ده يعني اول حاجه العميل بيسالها بالظبط منطقه إيه؟ خدمات ابتدى يشتغل الجهاز، هنشوف عندنا في منطقه خدمات بيت الوطن التكميلي ابتدى يبني مسجد، ابتدى يبني زي هايبر ماركت، ابتدى يبني منطقه خدمات تانية بتطرحها الدوله مؤخرا بعد ما بنخلص. واعتقد جامعه القاهره الجديده برضو موجوده. بالظبط جامعه القاهره الجديده ده فرع استثماري لجامعه القاهره، وابتدى يشتغل بالفعل يجذب عدد كبير جدا من طلاب شمال افريقيا وطلاب الجاليه اللي موجوده هنا في مصر. ده الجميل في المنتجات. بالظبط ده جميل في المنتجات العقاريه اللي احنا بنوفرها بالمساحات الصغيره بتناسب عدد كبير من الناس اللي عايزه تسكن جنب المناطق دي. اكتوبر وزايد منطقه ثريه جدا بالجامعات الخاصه، يمكن بنشوف دايما المناطق القريبه من الجامعات بيبقى عليها معدل طلب عالي جدا سيان للايجارات او للريسيل. بعد كده بيت الوطن الفرصه الاستثماريه الجميله فيها ان انت تقدر تاخد فرصه الاسكان الفاخر بمقدم زي ما قلنا 20% او 25%، تقدر تاخد فترات صداد متناسبه جدا بتوصل معايا لحد 100 شهر تقريبا. يعني انا عندي اطروحات على محور البوليفار لبيت الوطن، يمكن بيت الوطن الاساسي حجم الطلب زاد شويه، طرحت الدوله بعد كده بيت الوطن التكميلي. بنشوف النهارده في قطعه الارض الملاصقه لجامعه القاهره في غرب الجامعه اطروحات لبيت الوطن، فعندي تنوع في انظمه السداد بيبتدي من اول 5 سنين سداد بتوصل لحد 9 سنين سداد و100 شهر اقدر اقسط الوحده بتاعتي. بلاقي ان انا عندي التزام شهري يكاد يكون قليل جدا لا يتعدى ال 15000 جنيه بالنسبه للعميل النهارده قسط شقه في المكان ده، حاجه ممتازه جدا. كلمنا عن المقدم. المقدم زي ما قلت بيكون تقريبا 10% بالظبط على حسب ميعاد الاستلام، لان انا عندي جدول تنفيذ للمشروعات. عندكم فوري؟ في عندي استلامات فوريه بيقدر العميل يتعاقد عليها ويستلم فورا. ده بمقدمات 50%. ولو مش هستلم فورا باخد بعد 6 سنين او 4؟ لا لو مش هستلم فورا عندي بيت الوطن الاساسي عندي استلامات بالفعل ابتدينا نسلم بيه، وعندي بيت الوطن التكميلي شغال فيه انشاءات حاليا عندي استلامات فوريه. يمكن الاستلامات بتاعت غرب الجامعه اللي هي اول مشروع لبيت الوطن على محور بوليفار من دخلت وصل الدهشور دي اللي بتكون بعد 3 سنين في 2027 2028، دي اللي هي بتكون مقدمات 10%. بعمل فتره سداد طويله شويه بانصيبه سداد مناسبه مع جدول التنفيذ بتاع الموقع، لكن عندي التكميلي شغال فيه انشاءات حاليا بقدر اوفر انظمه سداد لحد 5 سنين بمقدمات 25%. عندي الاساسي استلامات فوريه جنب نادي الصيد وجنه اكتوبر مباشره، بيقدر العميل يعاين الوحده بتاعته يتعاقد ويستلم فورا، وبيكون في فتره سداد يعني 2 أو 3 سنين للوحده في بيت الوطن الاساسي اللي هو ابتدينا نسلمه بالفعل. فيطمن العميل الموضوع ده هيشتغل في فتره قريبه ازاي؟ لا هي الفكره كلها يمكن شفنا اول اطروحات مناطق بيت الوطن هنا في غرب القاهره كان بيت الوطن مدخل زايد 3 كومباوند زايد هايتس، ده بالفعل ساكن النهارده عايش، لقينا ان هو سور في سور مع اكبر المشروعات العقاريه على المحور بتاع 26 يوليو وصل الدهشور زي 205 من ارقام بالم. ده اكتشفنا ان الناس النهارده سكنت وعاشت بالفعل في ظرف 5 سنين 6 سنين من طرح المشروع، لان اطروحات بيت الوطن بتنزل باشتراطات خاصه من الدوله ليها مهله زمنيه لازم يكون المطور بنى فيها، ليها مهله زمنيه لازم يسلم فيها للجهاز عشان يقدر يدخل المرافق للوحده بتاعته. الجميل في بيت الوطن كمان الاشتراطات الخاصه اللي عاملاها الدوله في اخر 10 سنين ان انا قبل ما اسلم قطعه الارض للمطور او للي تخصصت ليه قطعه الارض لازم يتم ترفيق الارض بالكامل، فبشوف دخول جميع المرافق للمنطقه قبل ما انا استلم الارض وابتدي شغل. يعني في امان وفي مرافق وفي ناس ساكنه. وفر وقت كتير جدا. وفر امان للعميل النهارده ان هو بيشتري وفق منظور رؤيه للدوله في عمليه الوقت بتاع الاستلام. بنشوف احياء يمكن اتاخرت في اكتوبر قعدنا نبني فيها من 2007 لحد دلوقتي لسه ما سكنتش، ابتدى المباني قبل ما يتم ترفيق الاماكن دي. حرص الدوله على تقديم فرصه مميزه جدا للسكن الفاخر في المناطق بيت الوطن خلاها لا مش بنسلم الارض غير لما بيتم ترفيق الارض بالكامل وبيبتدي المطور شغل بعد ترفيق الارض مباشره. خلينا نروح لمشروع تاني اللي هو كلاود.
يمكن كلاود هو طرح للمساحات الصغيره الذكيه اللي بنشوفها في احتياج كبير جدا ليها النهارده في سوق غرب القاهره. كل الناس بتحب تنزل النهارده المدينه السياحيه زي اكتوبر، فاغلب الناس بتحب يكون عندها مكان حتى لو مش هيبقى مساحه كبيره، حتى مساحته صغيره بالظبط، يقدر يكون قريب من كم الخدمات الكبير جدا في المنطقه. ابتدينا مع بعض المطورين نتوفر مساحات صغيره تناسب اكتر اغلب الناس، وخاصه المغتربين، يعني اغلب المغتربين عايشين بره في الدول، يمكن مساحات استوديوهات صغيره ما بيبقاش عايش في مساحات كبيره. دي متاحه في الزايد ايدج ومشروعات اكتوبر بارك في غرب الجامعه. دي بيكون مساحتها 50 متر وبيكون معها اوبن روف حوالي 125 متر بسعر ممتاز جدا، وانظمه سداد بتوصل لحد 9 سنين بمقدمات 10%. دي بتناسب اكتر الطلبه، بتناسب اكتر العميل اللي عنده حرص على توافر غرف فندقيه او مساحه صغيره ليه في منطقه غرب القاهره هنا. بتكون متشطبه وجاهزه على السكن على دي بتتسلم متشطبه بالفعل وبتكون جاهزه على السكن مباشره. نتكلم على الاساس التكميلي بقى. بيت الوطن الاساسي هو اول طرح للدوله في منطقه اكتوبر بعد طرح زايد هايتس في مدخل زايد 3. ده بنلاقيه جنب جنه اكتوبر مباشره، بنلاقيه جنب نادي الصيد لو داخلين من عند محور جمال عبد الناصر. بالفعل الطريق ده كله بقى استثماري بالظبط، خلاص بنشوف كتير. كمان ال LRT جاي من العين السخنه وهيوصل لحد مدينه العالمين مرورا بالمنطقه دي في غرب سومد. ابتدينا نشوف انشاءات الخط القطر السريع ال LRT اللي هيخدم المنطقه من العاصمه الاداريه الجديده مرورا باكتوبر وصولا لحد، لا مش المونوريل، المونوريل ده على محور 26، في ال LRT ده القطر السريع اللي جاي من السخنه لحد العالمين بالظبط. ده هيمر على المنطقه هنا في جنب بيت الوطن الاساسي مباشره. يمكن بيت الوطن الاساسي والتكميلي على محور البوليفار طرح مميز جدا للدوله يمين وشمال، مشروع يمكن من اكبر المشروعات العقاريه هنا، الماونتن فيو في اكتوبر، ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر. فبنلاقي ان الدوله قدرت توفر فرص مميزه جدا من الاراضي اشتغل عليها المطورين بحيث ان احنا نوفر منتجات الاسكان الفاخر زي ما قلنا، مساحات بداية من 150 متر لحد 170 متر بأنظمة سداد ممتازة جدا، وكمان سعر متر مميز جدا. بيت الوطن في بداية طرح المشروع، فبنلاقي ان في فرق كبير جدا ما بين سعر المتر ما بينه وما بين مناطق عايشة زي السياحية والحي المتميز يقدر يستثمر فيها العميل ويلحق الفرصة. اللي اشترى في زايد اكتوبر من زمان النهارده قادر يستفيد من معدل الطلب العالي على الايجار، معدل الطلب العالي على البيع لو عمل ريسيل الوحده، بتضاعف الاستثمارات بتاعته ومدخراته في العقار. ايه التسهيلات اللي بتقدمها لي الثقه العقاريه؟ احنا عندنا تسهيلات كبيره جدا هنا، بتبتدي زي ما قلنا من اول 10% مقدم، وبيكون عندي اكتر من نظام سداد بما يتناسب مع العميل. في بعض العملاء النهارده بتيجي بيكون مش قادره تدفع وليكن دفعات، ففي عندي عميل عايز يدفع قيمه قسط شهري قليل، فبيشرفنا العميل، بقدر اقعد معاه، بقدر اعرض عليه اكتر من نظام سداد يختار منهم انسب نظام سداد ليه. زي ما قلت لك في بيت الوطن عندي النهارده فرص مميزه جدا بدايه من 20% مقدم، وقسط على 5 سنين، وفي بعض المواقع بتوصل لحد 9 سنين كمان. فكالتزام شهري على العميل بيبقى مناسب جدا ان هو يحصل على فرصه للسكن جنب منطقه الخدمات. يمكن مدينه 6 اكتوبر وزايد من منطقه غنيه جدا بالخدمات اللي موجوده في كل حته. مواقع بيت الوطن دي احنا ملاصقين مباشره للامتداد التجاري بتاع طريق وصل الدهشور وممشى الشيخ زايد، قريبين جدا من مول العرب وكل التوسع التجاري اللي بيحصل في المنطقه بتاعت سيام محور الشماليات او محور البوليفار فيما بعد. اكتر حاجه بتهم العميل هي خدمه العملاء. خدمه العملاء للثقه العقاريه بتكون ازاي مع العميل؟ الحمد لله بنقدر ننسق بطريقه مميزه جدا مع مطور اكتر صوب الراحه للعميل بتاعنا من بعد البيع مباشره. بيكون عندنا خدمه ما بعد البيع، بتقدر تتابع مع العميل موعد الاستلام، بتقدر تتابع معاه تفاصيل استلام الوحده وتشطيبها، بتقدر تتابع معاه تفاصيل دخول كافه الخدمات زي الغاز والتليفونات للوحده، يعني مش بنسيب العميل غير وهو ساكن. كمان اغلب الوحدات اللي مطروحه بانظمه سداد طويله شويه، فبنكون مع العميل لحد ما بيسدد اخر قسط عليه في الالتزام
بتاعه للوحدة، وبيقدر ياخد المخالصة وبيكون ليه كامل حرية التصرف في الوحدة من ساعتها. حب يرمي الرسيل للوحدة بنكون معاه تاني، حب يعمل إعادة تأجير للوحدة بنكون معاه تاني، وده المميز ولله الحمد في الثقة العقارية هنا في غرب القاهرة. النصائح اللي بتقدمها للعميل اللي جاي يتعامل مع الثقة العقارية لأول مرة؟ طبعا اهم نصيحه ان هو ينزل السايد فيزيت يعاين بنفسه، يقدر يكون صوره بشكل اوضح عن المكان، يقدر يكون صوره بشكل اوضح عن الجيران، محاور الدخول والخروج، يقدر يكون عنده قرار بياخده عن ثقه، وده اللي احنا بنبقى حريصين عليه، ان العميل قبل ما يشتري لازم يكون فاهم الفرصه كويس جدا في المنطقه هنا. نرجع لانظمه السداد تاني لان دي اكتر حاجه بتهم العميل. أنا عندي أنظمة سداد زي ما قلت لحضرتك ممتازة جدا على حجم الطلب الموجود وبالدراسات بتاعة العميل، أنا مميز فيها جدا إن أنا زي ما قلت لك يمكن بوفر للعميل مقدمات بداية من 350 ألف، ده النهارده بالنسبة مقدمات لشقة إسكان فاخر مش حاجة كبيرة، مش حاجة كبيرة. في عندي بعض المواقع اللي يقدر يستلم فيها العميل ويسكن مباشرة، بقدر اقدم له تسهيلات بتكون سنتين او ثلاثه، ده مش موجود في اغلب السوق، كل الفرص اللي موجوده بتبقى ريسيل او بتبقى كاش عشان المدينه ساكنه بالفعل. نظام السداد زي ما بنقول العميل دايما بيكون ماشي جنبا الى جنب مع جدول التنفيذ، بنحرص دايما في ثقه ان احنا نختار زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت افضل المطورين اللي نشتغل معاهم هنا في المنطقه. ما بنبصش لسعر متر مثلا منخفض، ما بنبصش لميعاد استلام قريب، لا انا عندي مواصفه تشطيب لازم ابقى حريص ان انا اقدمها للعميل، عندي مواعيد استلام وعندي جدول تنفيذ، لازم ابقى متابع مع المطور بما يتناسب مع راحه العميل واقدر اوفر له كل سبل الامان والراحه في الاستثمار. ايه الفرق بين الاسكان الفاخر والاسكان العادي؟ يمكن هو كود المباني بتاعت الدولة بتطرح دايما مناطق للإسكان العائلي، مناطق للإسكان الاجتماعي، مناطق للإسكان الفاخر. الفرق ما بينهم بيكون زي ما قلت لك الإسكان الفاخر بيديني حق ان انا ابني على نص مساحة الارض فقط لا غير، يعني انا واخد مساحة ارض 500 متر مش ببني غير على 250 متر، بيكون عندي المساحات بينية ما بين الوحدات وبعضها كبيرة، فما بقتش المباني ملاصقة لبعضها زي زمان، بلاقي عندي حرص الدولة على انها تطرح مخطط عام للمشروع بوجود مناطق الخدمات موجودة فين، المداخل بتاعة الحي موجودة فين من قبل ما نبني، فالموضوع بيبقى سلس جدا وواضح قدام العميل. بشكرك يا استاذ شريف على هذا اللقاء، شكرا، يعني مره جايه نتقابل تاني ان شاء الله رب العالمين. شكرا، بشكر استاذ شريف المليجي مدير مبيعات شركه ثقه العقاريه. استنونا بعد الفاصل. رجعنا تاني لحضراتكم وفقرة من أهم الفقرات شركة الأولى العقارية، معانا الأستاذ أحمد شعيب مدير مبيعات شركة الأولى العقارية، منورني. صباح الخير. صباح النور. كلمنا عن الهيستوري بتاع الشركة. إحنا شركة الأولى العقارية موجودين في السوق العقاري يمكن أكتر من 12 سنة. بداية الشركة عامة كانت في منطقة حدائق الأهرام، نفذت سابت أعمال كبيرة أكتر من 40 مشروع سكني في منطقة حدائق الأهرام نفسها في أميز المواقع اللي موجودة هناك. بعدين رؤية الشركة توجهت أكتر للمدن العمرية الجديدة، تحديدا منطقة أكتوبر والشيخ زايد. مناطق أكتوبر والشيخ زايد طبعا من المناطق المهمة جدا في الوقت الحالي واللي عليها طلب كبير من العملاء. الشركة تخصصت تحديدا في مشروعات بيت الوطن، يمكن الخمس مشروعات اشتغلنا فيهم بالكامل بمراحلهم كلها، وطبعا الخبرة اللي موجودة عند الشركة هي اللي أتحت لها أن هي تكون موجودة في المشروعات دي بفرايتي كبير، وفي نفس الوقت بتقدم هناك عقار مميز بطابع مميز جدا للعميل يقدر أن هو يلبي تقريبا جميع احتياجاته. تكلمنا عن الاستثمار المختلف اللي بتقدمه الأولى العقارية زي مثلا الإداري أو الطبي أو السكني. طيب شركتنا بتقدم نوعين من الاستثمار، الاستثمار السكني
يمكن الاستثمار السكني ممكن يكون الأشهر أو الأكثر شيوعا بالنسبة للعميل أو العميل عارفه كويس، والاستثمار التجاري واللي ممكن يكون متمثل في الوحدات الطبية أو الإدارية اللي موجودة في المشروعات التجارية عندنا، لأن احنا في الوقت الحالي عندنا مشروع تجاري كبير موجود في منطقة حدائق الأهرام، في قلب حدائق الأهرام نفسها. وطبعا الاستثمار السكني هو الاساس بتاع الشركه، الشركه بتقدر انها تتوسع فيه في مناطق اكتوبر في الشيخ زايد عامه في كل المراحل اللي بتطرحها. يعني ايه استثمار سكني؟ الاستثمار السكني ليه اكتر من نوع. في الاستثمار اللي بيكون اوف بلان او المشروع نفسه لسه ما طلعش منه اي حاجه بمعنى اصح، ده بيدي العميل فرصة، انت بتكون في بداية المشروع بيديك فرصة ان انت تاخد نظام سراد مميز، سعر متر مناسب جدا جدا، وانظمة سراد طويلة ممكن توصل في الوقت الحالي لحد 8 سنين تقسيط. يجي بعديه ممكن يكون متطلبات العميل وصلت ان هو محتاج يستلم العقار بتاعه او اقرب شوية للاستلام، ممكن التقسيط بتاعها او مواصفات النظام السراد بتاعها ممكن توصل لحد تقريبا 5 سنين. وبعدين بيجي طبعا الاستثمار الاخير اللي ممكن يكون خلاص العميل محتاج عقار دلوقتي فهو ريدي تو موف، اللي بيكون شبه كاش بمعنى اصح. اهم المشروعات للشركه في زايد واكتوبر. شركتنا لما انتقلت لمناطق الشيخ زايد واكتوبر اتخصصت تحديدا في مشروعات بيت الوطن من بدايتها عامه. يمكن اول حاجه ابتدينا بيها مشروع زايد هايتس اللي موجود في مدخل الشيخ زايد 3. ده اللي ساكن دلوقتي في الوقت الحالي المشروع اصلا مبني وساكن بالفعل. بعديه يجي مشروعات بيت الوطن الاساسي وبيت الوطن التكميلي في نص محور البوليفار تحديدا. برضو اتنقلنا تاني لمنطقه الشيخ زايد في منطقه الثوره الخضراء في مدخل الشيخ زايد 1 بمشروع زايد ايج، برضو من أهم المشروعات اللي موجودة في الوقت الحالي في المنطقة. وأخيراً مشروع أكتوبر بارك اللي يعتبر في أميز منطقة ما بين الشيخ زايد وأكتوبر في محور البوليفارد عامة. خلينا نتكلم عن مشروع أكتوبر بارك. مشروع أكتوبر بارك في الوقت الحالي زي ما قلت لحضرتك إن هو في أميز منطقة ما بين. المميزات بتاعت المشروع. هو يعني مميزات مشروع أكتوبر بارك كتير، يعني أهمها طبعاً اللوكيشن، محور البوليفارد نفسه اللي موجود على وصل الدهشور، المشروعات المحيطة بالمكان اللي ممكن تكون بتضيف قيمة استثمارية كبيرة للمشروع نفسه. في نفس الوقت المحاور اللي بتحيط المشروع يمكن هي برضو الشريان الرئيسي لأن هو يخلي سهولة الدخول والخروج من المشروع أو التحرك لأهم المناطق اللي موجودة عامة في مصر زي محور الضبعة ومحور رود الفرج اللي بينقلنا لوسط البلد تقريبا في خلال 20 دقيقة، وصل الدهشور اللي بتبدأ من الواحات مرورا لميدان جهينة لحد طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وطبعا محور 26 اللي هو أهم محور موجود في أكتوبر والشيخ زايد عامة. والمرافق بتاعتها؟ مرافق المشروع نفسه يعني هي المشروع ليه مميزات أكتر من هو ممكن فكر المرافق. نتكلم عن المرافق هو مميز عن نتكلم عن المرافق، نتكلم عن الاثنين. خلينا نكلمك بالخدمات اللي ممكن تكون محيطة بالمشروع. طيب الخدمات المحيطة بالمشروع هي ممكن تكون بتلبي احتياجات العميل بالكامل، من أول الخدمات الأساسية زي المصالح الحكومية أو المدارس أو الجامعات، حتى كمان الخدمات الطبية المستشفيات والعيادات، وحتى كمان برضو الخدمات الترفيهية زي المولات والمطاعم. وصل الدهشور اللي عليها الممشى السياحي للمشروع في الوقت الحالي بيكون عليها مباشرة، اللي تعتبر في الوقت الحالي يعني شبه مزار سياحي. استثمار كبير بمعنى صح، فعلا استثمار كبير. القيمة اللي بيضيفها اللوكيشن بتاع المشروع نفسه للعميل بتعود عليه بهامش استثمار كبير، سواء على مستوى ان انت يبقى في اعادة بيع في المستقبل او فكر الايجار عامة. المميزات اللي هتديها للعميل اللي جاي يتعامل معاك في اللغة العقارية مشروع اكتوبر بارك. شركتنا بتقدم في مشروع اكتوبر بارك فكر الاسكان الفاخر بطابع مميز شويه. المشروع نفسه تكوين العقار بيكون ارضي وثلاث ادوار بنظام شقتين في كل دور، خدمات اساسيه ممكن يكون محتاجها اي عميل بيختار العقار بتاعه زي الاسانسير والجراج. في نفس الوقت المكان نفسه متقسم لست مناطق سكنيه، كل منطقه فيهم بيكون ليها جزء خاص بخدمات خاصه بكل المنطقه، جزء خاص بكل منطقة خدمات لي. عرض الشوارع هناك اللي بيسهل الدخول والخروج من المشروع اللي بتبدأ من 18 متر لحد 40 متر.
في نفس الوقت شركتنا بتقدم برودكت او بتقدم عقار مميز. خبره الشركه بتبان اكتر كمان في الخامات المستخدمه في بناء العقار نفسه، وطبعا الواجهات اللي ليها طابع مميز تقريبا بتناسب جميع اذواق العملاء، وصولا لفكر انظمه السداد والعروض اللي بتقدمها شركتنا في مشروع اكتوبر بارك. كلمنا عن انظمه السداد والمقدمات اللي بيدفعها العميل. في الوقت الحالي زي ما قلت لحضرتك ان هي بتقدم انظمه وعروض على مدار السنه ممكن تكون تنافسيه جدا جدا بالنسبه للسوق العقاري. تحديدا اكتوبر بارك انا في الوقت الحالي الشركه بتقدم عرض مقدمات بتبدا من 10%، وده يعتبر من اقل المقدمات اللي موجوده في السوق العقاري عموما، ونظام تقسيط بيوصل لحد 100 شهر تقسيط بدون اي فوائد. ده بالنسبة للأنظمة الأساسية، ده غير طبعا العروض اللي بتقدمها في كل فترة أو في كل مرحلة من طرح المشروع عامة. أكتوبر بارك اللوكيشن بتاعها فين بالظبط؟ طيب مشروع أكتوبر بارك تحديدا موجود في نقطة التقاء تقريبا ما بين الشيخ زايد وأكتوبر على محور البوليفارد، تحديدا في أول المحور أمام مدخل الشيخ زايد 4 وعلى وصلة دهشور. لو المنطقة نفسها غنية جدا بالخدمات، في نفس الوقت القيمة اللي بنقدمها للعميل في مشروع أكتوبر بارك سواء كان بيستثمر أو كان بيسكن عامة بتكون عالية بفضل المناطق المحيطة والمشروعات الكبيرة اللي موجودة في المكان، لأن محور البوليفار مش محور جديد، وفي نفس الوقت المشروعات اللي عليه مشروعات كبيرة، يمكن أهمها القطار السريع اللي بتعمل في الوقت الحالي أو المونوريل اللي موجود على محور 26، وطبعا المشروعات اللي موجودة من حيث الكومباوندز الموجودة زي ماونتن فيو أو غيرها من المشروعات. كل ده بيتيح للعميل ان انا بحط استثماري في مكان مناسب، او انا بحط فلوسي في مكان اقدر ان انا اعتمد ان انا هيبقى في عائد منه سواء على المدى القريب او البعيد. ايه الميزه اللي هتقدمها لي الاولى العقاريه لو انا رحت استثمرت سكني او اداري هناك؟ الاستثمار السكني في شركتنا ليه نطاق واسع، في شريحه كبيره من المشروعات نقدر نختار منها، زي ما قلنا طبعا أهمها مشروعات بيت الوطن. أنظمة السداد ممكن تكون هي العامل الأكبر اللي ممكن يحرك العميل أو حسب اختيارك عامة كعميل، لأن في مشروعات الأوف بلان ممكن يبقى فيها أطول أنظمة سداد اللي هي قلنا ممكن توصل لحد 8 سنين تقسيط. في مشروعات تاني ممكن يكون الاستلام بتاعها قريب وفيها حجم إنشاءات كويس جداً، ولكن تقسيطها بيكون أقل شوية من المشروعات الأوف بلان، ممكن يوصل لحد 5 سنين تقسيط. وبعد كده بننتقل للمشروعات اللي هي ريدي تو موف، اللي هو خلاص أنا بقسط يمكن بعض يعني حاجات بسيطة، أشهر بسيطة، لأن أنا خلاص يعني بمعنى صح زي بيقولك هسكن امبارح. كسبت ثقة العميل إزاي؟ ثقة العميل بتكتسب مع الوقت. أولاً الشركة كان ليها رؤية بالنسبة للسوق العقاري، يمكن رؤية الشركة دي ناتجة عن القائمين على الشركة نفسها، وفي نفس الوقت السوق العقاري فيه مطورين كتير، ولكن فكر ان تكون مطور بتوعد وعود وفي نفس الوقت بيتم تنفيذها، في نفس الوقت بتضيف للعميل عقار يقدر ان هو يوصله لاحتياجاته سواء الاحتياجات الاستثماريه او احتياجات سكنيه عامه. برضو في نفس الوقت اي عميل سواء بيستثمر او سواء بيسكن بيكون عايز عقار ليه طابع مميز، بيكون عايز عقار ليه خامات كويسه او خامات عامه جيده، وده طبعا بينعكس في سابقة اعمال الشركه وخبرتها في السوق العقاري اللي احنا قلنا ان 12 سنه. ده اللي ممكن يكون بيخلي العميل ينجذب للشركه او يخلي العميل يبقى واثق في الشركه، لان احنا المشروعات اللي بتكون لسه في بدايه طرحها بتكون فعلا في بادئ الامر او في بدايه الامر، لما المشروع بيكون بادئ بيكون في مراحل حجز كتير جدا جدا جدا، قد تصل ان انت ممكن تكون خلصت مرحله او اتنين ولسه المشروع في بدايته. تمام، ده ناتج من ايه؟ ناتج من الثقه، ناتج من ايه؟ ناتج من الاكسبيرينس اللي موجوده في السوق العقاري، ناتج من ايه؟ من انظمه السداد المميزه، في نفس الوقت المشروعات اللي اتسلمت، في نفس الوقت العملاء اللي سكنت في العمارات والمشروعات اللي انت قدمتها كشركه
بتثق فيك وتقدر تقول ان هي ممكن العامل الاساسي لترشيح عملاء جداد ان انت يشتروا منك تاني او يتوجهوا ان هو يثقوا ان يحطوا استثمارهم في الشركه نفسها. اهم المشروعات اللي اتسلمت عشان المشاهد يطمن اللي هو جاي يتعامل مع الشركه الاولى كثقه. تمام. فكره المشروعات الموجوده في الوقت الحالي او المشروعات المهمه اللي احنا سلمناها زي ما قلنا في البدايه زايد هايتس، ده مشروع من مشروعات بيت الوطن، اللوكيشن بتاعه مميز جدا. كانت الشركه برضو عندها رؤيه في ان هي تشوف ان اللوكيشن ده هيكون ليه مستقبل كبير من قبل وجود وسط الدهشور ومن قبل وجود الممشى السياحي عليها. مشروع في الوقت الحالي متسلم وساكن بالفعل. بيجي بعديه مشروعات تاني زي بيت الوطن الاساسي، في الوقت الحالي نسبه الانشاءات بتاعته عدت 80%. واجهات العمارات ظاهره على ارض الواقع، طبعا بالاضافه لثبات الاعمال الكبيره اللي موجوده في حدائق الاهرام اللي هي كانت بدايه الشركه عامه. اهم سؤال العميل بيساله، انا هدفع كام وهسدد على كام شهر؟ مظبوط. ايه بقى انظمه السداد في الاوراق العقاريه؟ طيب، انظمه السداد في شركتنا زي ما قلت لحضرتك متنوعه مختلفه. بتبدا من فكر المشروعات الاوف بلان زي ما قلنا اللي هي طويله الامد في التقسيط، مقدماتها في الوقت الحالي بتبدا من 10%، التقسيط بتاعها بيوصل لحد 8 سنين. في مشروعات تاني ممكن يكون الاستلام بتاعها اقرب شويتين فالتقسيط بتاعها بيكون اقل، زي مشروعات في الوقت الحالي طبعا بيت الوطن التكميلي اللي فيه حجم انشاءات بنسبه 30% والاستلام بتاعه قرب. ولكن طبعا العميل حسب الاحتياجات او الاستثمار اللي هو طالبه في الوقت الحالي بيقدر ان هو يوجه استثماره فين. بيكون عارف ان انا في الوقت الحالي في شركه انا واثق فيها، عندها سابقه اعمال، ليها سمعه جيده في السوق، فانا كده عارف ان انا بحط استثماري في مكان مناسب. اتكلمنا عن المساحات. المساحات في اكتوبر بارك مساحات متنوعة مختلفة، بدايتها من مساحات ال 150 متر وصولا لحد المساحات ال 180 متر وال 200 متر. مساحات متنوعة مختلفة ويمكن الأشهر فيها المساحات المتوسطة اللي هي من 150 لحد ال 170 متر. تنوع المساحات ده طبعا ما يغنيش ان فكرة ان طبعا في واجهات مختلفة للعمارات او وجود نطاق اوسع من فكر الشقق، يكون في مثلا دوبلكس او بنت هاوس. بمعنى صح المشروع هو مشروع سكني بحت وفي مختلف المساحات اللي ممكن تكون محتاجها كعميل. بتهتموا بالفولو اب بتاع العميل ولا خلاص كده بعد ما تبيع خلاص السلام عليكم؟ شركتنا في الوقت الحالي طبعا العامل الاساسي لتحريك الشركه هو مستشاري البيع عندنا، ولكن طبعا فكره الفولو اب مع العميل اللي تعاقد معايا قبل كده، احنا عندنا اداره لخدمه العملاء بتقدر انها تتابع مع العميل مراحل استلام مشروعه او مراحل سداده لالتزاماته تجاه العقار بتاعه. بتقدر كمان ان انت تتابع من خلال خدمه العملاء عندنا تطور المشروع بتاعك وصل لفين، في اعاده تقسيم للوحده بتاعتك. بمعنى صح انت بتكون اونلاين معانا باستمرار حتى بعد التعاقد، لان انت ما بتنتقل من اداره المبيعات اللي سلمتك الوحده بتكون مع اداره خدمه العملاء اللي بتتابع معاك لحد استلامك مفتاح الوحده وسدادك لحد اخر قسط. ايه المميز في الاوضه العقاريه ان انا اتعامل معاها؟ في شركات مطورين عقاريين كتير. مظبوط. يعني شركتنا في الوقت الحالي يمكن التميز بتاعها الاكبر هو الاكسبيرينس اللي موجوده في الشركه نفسها. خبره الشركه في السوق العقاري مش قليله زي ما قلنا اكتر من 12 سنه. الخبره دي هي اللي بتخلي العميل يتوجه لشركه نفذت من فتره، لان طبيعي ان يكون شركه ليها سابقه اعمال كبيره وموجوده في السوق بقى لها فتره وليها سمعه طيبه، يبقى انا اعرف ان انا ادخل الشركه واحط استثماري في مكان امن. او في نفس الوقت برضو الشركه يعني تقدمها لأنظمة مختلفة عن السوق العقاري، أو في نفس الوقت اختيارها لمواقع المشروعات اللي جاية ده اللي بيخليها مختلفة تماما عن أي فكر عقاري موجود في السوق في الوقت الحالي، وده اللي بيخلي العميل يتوجه ليك عامة أو يثق فيك. أنا كعميل عايزة أشتري أو أستثمر، إيه العنصر اللي هتبنيه لي كثقة ليا؟ أنا متردد دلوقتي مش عايزة أشتري، أنت تعرف تطمني كعميل؟
برضو عامل الطمأنينة ان انت تطمن العقار في الوقت الحالي اهمه هو فكرة خبرة الشركة نفسها، لان انت في الوقت الحالي لما بتتوقف على الشركة متوقف طبعا على فكرة ان انت بتتعامل مع مطور عقاري موجود في السوق بقاله فترة، بتتعامل مع مطور عقاري ليه تسليمات موجود على ارض الواقع. في نفس الوقت سابقة الأعمال ممكن تكون العامل طامن للعميل، لأن العميل لما بيشوف مشروع لسه تحت الإنشاء بيكون أو متردد. بالظبط بالظبط بالظبط، ولكن مش كل العملاء ممكن تستشف من الرسومات الهندسية والخرائط المشروع هيبقى رايح لفين، فده بيحتاج إن هو يبص على شبيه أو مشروع مماثل ليه. المشروع المماثل ده بيكون بنفس المواصفات تقدر ان انت تشوفه بتنعكس فيه ان انت شركه عندك خبره، شركه عندك اكسبيرينس في السوق العقاري، شركه ليها طابع مميز في بناء واجهتها، ليها بتستخدم خامات ممتازه في بناء العقار بتاعها، بتضيف خدمات اساسيه للعقار، كل ده هو اللي بيدي الطمانينه للعميل في التعامل مع الشركه عامه. طب ازاي اختار المطور؟ اختيار المطور يعني بيكون يعني اطار واسع قوي، ان انا اختار مطور عقاري لان السوق العقاري مليان مطورين عقاريين، وفي نفس الوقت المتاح في السوق العقاري في الوقت الحالي بيتوسع اكتر واكتر. ولكن اختيار المطور هنا نابع من احتياجات العميل، يعني في عملاء بتكون متوجهه لمناطق معينه في المدن العمرانيه الجديده بعيد عن الشيخ زايد واكتوبر، في عملاء الاساس البحث بتاعها بيكون ناحيه مناطق الشيخ زايد واكتوبر عموما. اختيار المطور هنا بيكون عوامله الاساسيه مطور في نفس الوقت مطور واثق من سابقه اعماله، او مطور عنده سابقه اعمال كبيره، مطور ليه خبره في السوق العقاري، مطور بيقدم عقار مميز او بيقدم عقار في الوقت الحالي مختلف عن السوق، ان يعني كل عميل في الوقت الحالي بيدور على كل المميزات في العقار بتاعه، يعني هو بيكون عايز يستثمر وعايز يسكن، لو ما استثمرتش في العقار بتاعي ممكن اسكن، لو ما سكنتش في المكان ده ممكن استثمر فيه، فبيكون بيحب يجمع كل المميزات بتاعته. ده طبعا بيبقى توجه العميل للشركة اللي هو واثق ان هي بتختار اماكن مشروعات مميزة او اماكن مشروعات ليها مستقبل، زي ما قلنا في البداية على زي مشروعات بيت الوطن زايد هايتس او بيت الوطن الاساسي والتكميلي وصولا لمشروع اكتوبر بارك اهمهم واميزهم. في نفس الوقت برضو من ضمن اهم العوامل اللي ممكن يكون العميل بيتوجه ليها للشركة هي نظام السداد. نظام السداد بالنسبة للعميل هو شيء جوهري جدا ما يقلش قيمة أبدا عن فكرة اختيار العقار نفسه، يعني ممكن يكون العقار بالنسبة له مناسب واللوكيشن بالنسبة له مناسب جدا وهو واثق في المطور العقاري، ولكن نظام السداد مش مناسب معاه. بالظبط بالظبط، نظام السداد مش مناسب من حيث الماديات أو الأولويات المادية اللي عند العميل. ده اللي الشركة بتحاول تسعى إن هي تقدم ترضي كل الأطراف. بالظبط، بتقدم مختلف الأنظمة والعروض، يعني بيكون في أنظمة أساسية وبيكون في عروض ممكن تكون موسمية على المراحل المشروعات، تقدر إن أنت تلبي بيها شريحة كبيرة قوي من احتياجات العملاء، وفي نفس الوقت برضو تناسب كتير قوي من العملاء المتوجهين للسوق العقاري، لأن أنت عندك المقدمات القليلة جدا اللي زي ما قلنا قبل كده 10%، وأنظمة السداد الطويلة الأمد، عندك المقدمات المتوسطة اللي في العقار اللي خلاص شبه قربت أستلمه تقريبا، وعندك خلاص العقار اللي انت هتنتقل ليه تمام وخلاص هتبدأ تدفع ان انت فلوسه في خلال بالكتير قوي ممكن يكون أشهر. أشكرك يا أستاذ أحمد، إن شاء الله لينا لقاءات تانية. بشكر أستاذ أحمد شعيب مدير مبيعات شركة الأول العقارية، استنونا الأسبوع